إذا كان المصري كان جاي الكابتن حسام حسن من أجل مهمة إنقاذ، فمهمة الإنقاذ اللي اكتملت رسميا بالأمس على مستوى المقاولون العرب قادها الكابتن شوقي غريب مدير فني مخضرم، قبل المسؤولية في وقت صعب جدا رغم الاسم الكبير اللي هو بيمتلكه، وكان بالتالي بيحط اسمه في مرحلة من الصعب إن أي حد إنه يقبلها، قبلها قادها بنجاح وبقى المقاولون في الدوري المصري الممتاز. كابتن شوقي أهلا بيك، مبروك البقاء في الدوري. الله يخليك يا هاني، وربنا يخليك، يعني ربنا يخليك جدا جدا على المقدمه دي. وطبعا الحمد لله رب العالمين ان نادي المقاولين في وضعه، مش هقول في وضعه الطبيعي، لا، في الوضع اللي كان لازم يبقى موجود فيه على الاقل. انا هبدا معاك من ورا شويه، واحنا بنتكلم على انك قابلت بالمهمه، ازاي وافقت على المهمه دي رغم صعوبه موقف المقاولين وقت ما قررت انك توافق؟ والله بص، انا كان معروض عليا حاجات كتيره، والكل اللي كان معروض عليا كنت برفضه، وكان في مصر وبره مصر، وكنت واخد قرار ان انا مش هشتغل الا في الموسم الجديد. تمام. وبالمناسبه انا كان عندي عرض كنت ممكن انفذه في الجزائر، في الجزائر ومع نادي كبير من غير ما اقول الاسم، يعني ده بعد وفاق اذنك. الصيف ولا ايه؟ لا 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 لا، هو سيب فيها الكابتن حسام البدري. تمام، انا قلت يمكن وربنا يكون كان يكرمه اسم ويوفقه، حضرتك او يعني اسم الكابتن حسام، كان نادي تاني في الجزائر. لا، نادي، يعني نادي تمام كبير ومن الانديه الكبيره، وكان فيه اتصالات واتفاقات في حاجات كتيره يعني، تمام وكنت مريح يعني، ما عنديش مشاكل خالص. ايوه. وبعدين يمكن موضوع المقاولين العرب ده والله في ظرف ساعات يعني، بعد ماتش النادي الاهلي بالليل، وتليفون جالي، وتليفون مهندس عامر عادل، احنا كابتن شوقي ممكن نقعد بكره، مهندس ايوه محسن صلاح استنى حضرتك وممكن نقعد بكره. تمام. طب في ايه؟ قال لي يعني احنا في موقف وهنتكلم بكره، بس احنا عايزينك معانا. تمام. انت بتتكلم، وكان باقي يوم على ماتش بيراميدز، ايوه. يعني انا رايح هروح وكده. فانا ما كنتش في القاهره، كنت في الساحل. وبعدين قعدت استفسر زي ما انت قلت كده بالظبط، من المقربين والعائله والكلام ده ايوه. وكده، يعني رفض تام. كله رافض، كله بيقول لك لا. يمكن مثلا انا والله ده اللي حصل يعني، انا بكلم المدام فقالت لي بص، يعني ايه، يعني انا شايفاك ان انت ليك رغبه للموضوع ده. قلت لها طب خلاص يا حاج، يعني شوفي بس رايك ايه وقولي لي. وكان حدي كمان، يعني انا بتكلم بصراحه والله، يعني هما باين اتنين واضح جدا. اللي في الاسره يعني، اللي ايوه. ايه، لقيتها بتقول لي خلاص اتكل على الله. خلاص نزلت قعدت مع المهندس محمد عادل، وقعدت مع طبعا المهندس محسن صلاح، وقعدنا. كان الكلام ده الساعه، بالمناسبه انا ما كنتش كلمت حد دي خالص الا الكابتن معتمد كمان، تمام. ما كلمتش مخلوق ولا في جهازي ولا في اي حاجه خالص. تمام. نزلت قعدت مع المهندس محسن، قعدت معاه، قال لي بص انا بشفق عليك، المهمه صعبه، المهمه مش سهله، وانت واحنا يعني بنامل ان انت تكون موجود معانا، وانا هعفيك من اي حاجه. عايز تلعب بالناشئين، عايز تلعب بالكبار، عايز تلعب باللعيبه اللي موجوده، الفرقه تقعد في الدوري، الفرقه تنزل، احنا ما عندناش مشكله خالص. تمام. احنا نبني لسنين جايه. موافق تشتغل معانا؟ حتى لو النادي نزل درجه تانيه؟ تمام. والله ده اللي حصل. فقلت له بص يا باشمهندس، المقاولين ده قلعه كبيره واسم كبير، وانت كده يعني اللي انت بتقوله لي ده ما بتدينيش فرصه للرفض في اي حاجه. ما اقدرش اقول لا. ما اقدرش اقول لا. تمام. خالص. كل اللي هطلبه من حضرتك تديني ساعه زمن، انا هقول لحضرتك الجهازي مين والكلام ده وكده، بس الجهاز اللي انا عايزه يشتغل معايا يبقى موجود معايا. رد المهندس محمد عادل قال لي اللي معاك يشتغل معاك. تمام. كلمت بقى كابتن معتمد، كلمت كابتن جدو. بالمناسبه جدو انا كنت مجهزه ان لو كنا استمرينا في المنتخب الاولمبي كان هيبقى معايا في الجهاز. تمام. وكنت مكلمه ومتفق معاه بالمناسبه يعني. ولما اتعرض عليا انديه او سفر او كده كنت مكلمه برضه انه يبقى معايا. يعني انا كنت يعني ايه، المجموعه اللي كانت بتاع المنتخب الاولمبي كلها كلها هي اللي موجوده معايا في المقاولين، بجانب بقى اولادي. وسبحان الله انا برضو في حاجات كده بص يعني، وفي عناصر طبعا قويه في المقاولين معانا. أيوه. لكن سبحان الله لما اجي يبقى الجهاز عندي، جده لعب في المقاولين، ايوه، كمال عبد الواحد لعب في المقاولين، مظبوط، الدكتور ايمن زين لعب في المقاولين، ايوه،
طارق سليمان مدرب حراس المرمى لعب في المقاولين، يعني افاجئ ان الجهاز بتاعي كله ولاد المقاولين، مظبوط، يعني مفيش غيري انا والكابتن معتمد صح، اللي مش اللي ما كانوش في المقاولين، حتى اخصائي العلاج محمد صلاح كان شغال في المقاولين، ايوه يعني كل يعني لقيت كل الناس كانوا في المقاولين. فدي طبعا اسعدتني انا ان انا برضو في النهايه ده دافع كمان زياده ان الناس دي تشتغل برغبه حقيقيه في انتشال المقاولين من المرحله اللي هو فيها. انا ما كنتش اعرف ان كمان جده كده على الخط عصبي بالطريقه دي. عصبي لما بتكلم معاه قال لي انا عشان النادي واسم النادي. جده يعني بقت الناس مدرب واعد. واعد جدا. ايه مواصفاته اللي خلتك تختاره واللي خلتك تقول عليه انه واعد دلوقتي؟ رقم واحد اسمه هداف افريقيا، يعني التكوين بتاعه انه مألوف للناس. شخصية هادية. لما بتتناقش معاه في اي موضوع يتناقش معاك. تمام. وانا الحمد لله ما عنديش ديكتاتورية في النقاش. ايوه حقيقي. بنتناقش كلنا ونختار كلنا، وانت يمكن سمعتها من كل المدربين اللي اشتغلوا معايا. مظبوط. عنده فكر كويس، عنده حاجات كويسة. لاحظ برضو ان انا في اوقات كتيرة بجيبه، يعني بيبقى يعني تعرف بداية لجده ان هو ياخد ريسك ان هو اول حاجة بيمرن في حياته. يروح لفرقة ممكن يقع، صح، تبقى دي الضغط تلاقي نفسه ايه في تاريخه. مفيد. مخيف طبعا. صح. هل بتستخدمه في تدريبات تخصصية للمهاجمين؟ طبعا 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 طبعا. وله رؤية كويسة جدا جدا جدا. تمام. يعني له رؤية في لعيبة ان اللعيبة دي تبقى موجودة وتبدأ، وبقتنع برأيه وبقتنع برأيه. تمام. الكابتن معتمد له يعني الخبرة الكبيرة، بقتنع برأيه. كابتن طلعت موجود معانا، بقتنع. يعني بص، يعني ساعات رأيهم هو اللي يمشي على رأيي انا. ايوه ما فيش مفهوم. مشكلة خالص. مفهوم. ما عنديش مشاكل خالص. مفهوم. لكن في النهاية من اللي بيتحمل المسؤولية كلها. صح. امبارح المهندس محسن صلاح بعد ما باركنا له بيقول لنا اخيرا هنعرف ننام، لكن انا عايز اقول حاجة. هو قال كده انه عرفنا الان أهمية شخصية المدرب، وعرفنا قد ايه فكرة شخصية المدرب ممكن تحول الدنيا من اتجاه الى عكس الاتجاه تماما. وهو بيتكلم على الكابتن شوقي غريب قبل ما يوجه لك الشكر الكبير على اللي قدمته مع الفرقة. كلمني عن الشخصية دي يا كابتن شوقي، بعيدا عن الفنيات اللي كل الناس عارفاها، شخصية كابتن شوقي غريب ازاي اثرت في وضع المقاولين العرب اللي اخر 4 ماتشات خد 12 نقطة، فما بقاش بس بينافس ضد الهبوط، ده مركز عاشر ما شاء الله. يعني بص يا كابتن هاني، هو الموضوع كله ان ازاي اللعيبه تقتنع بيه. ازاي اللعيبه ما تبقاش خايفه منك اكتر ما هي مقتنعه بيه. ايوه. ازاي توصل للعيبه المعلومه السهله. يعني انا لما جيت غيرت كتير في التركيبه بتاع التيم. أيوه. بالمناسبه انا عندي 8 لعيبه مصابين او موقوفين ما بين الايقاف والاصابات. وال8 لعيبه دول العناصر الاساسيه بتوع التيم. ايوه. اللي هما زي محمد سالم وباسم وسمير ومحمود عزت واحمد عبد العزيز، ومحمود عبد العزيز مطرود في ماتش فاركو، يعني وقف الماتشين كمان على فاركو ماتشين. يعني ماتشين، وجبنا قبل كده مطرود. يعني خلينا اقول لك، واحمد عفيفي. كل العناصر دي انت بتتكلم في قوه تيم 30 لعيب منهم 8 لعيبه او 9 لعيبه بره خالص، مش معاك. ايوه. مش معاك في الخريطه. ايوه. فانك تقلب الخريطه وتجيبها كان لازم اللعيبه تقتنع بيك. ايوه. ولازم اللعيبه تيجي بتقتنع بيك، والحمد لله ان في لعيبه قبل كده اشتغلت معايا. سواء من منتخبات او سواء في انديه اشتغلوا معايا، عارفين ان انا دغري في شغلي. حسن الشامي احد كباتن الفرقه اشتغل معاك في الانتاج الحربي. طبعا. من اللعيبه اللي برضه تقيله كشخصيه كمان جوه ارض الملعب. طبعا. طبعا. ولو شفت حسن وهو قاعد بره، واللي بيلعب ولد عنده 20 سنه. ده بيساعده وينزل. صح. يكمل عليه الشغل. من غير اي حاجه، وهو ده اللي المكسب الوحيد. ان انت تلاقي اللعيبه كلها مقتنعه وموجوده. ايوه. ممكن اول تغيير انا عملته، يعني اول تغيير في التيم. ازاي طب انا ما عنديش في قلب الدفاع لعيبه خالص. انت لو تيجي تشوف، انا اول حاجه يعني انا لما جيت بصيت للفريق، بصيت ان انا المكان ده ما عادش عندي لعيبه فيه خالص. مظبوط. ما بين اصابات وإيقافات. شوف، انا فاروق لعب ليبرو. مظبوط. وهو ما بيلعبش في المكان ده. هو بيلعب بطريقه ثانيه. امير. لعبته مساك.
عمر ولد صغير مواليد 2003، كل اللي شفته لما كان بيلعب ماتش في السعوديه وضيع ضربه جزاء. فانا شفته في التلفزيون، قلت لهم ده منين؟ قالوا من المقاولين العرب. قلت لهم يجي بكره عشان هيبقى معانا في ايوه الفريق الاول. عمر فايد لاعب المنتخب الشباب، مظبوط، انا شفته في اشركته ماتش واديته السعوديه، فرص، مظبوط. يعني شفته هو فقلت لهم هو بيضيع مين اللي ضيع البينالتي، ضربه قلت انا الجزاء؟ عايزه. مين ضيع ضربه الجزاء؟ قالوا له عمر. قلت لهم في نادي، قالوا لي ده في نادي المقاولين. ليه، قلت له طب ايه هم اللي جايين شدك امتى؟ فيه؟ بكره. قلت لهم يجي. بالمناسبه عمر لعب الماتشات كلها. مظبوط، ايه اللي شدك فيه؟ اللي شد فيه، بص انا اتفرجت في الماتش، كان عاجبني في ادائه، جسمه بيلعب كويس، هو بتشبهه كده بس يعني قدامه الزمن باذن الله ربنا يكرمه ويبقى كده. بكره نتكلم نقول ان احنا عندنا احمد حجازي. والله قلتها وكلمته في التليفون على الهوا، قلت له انت بتفكرني بحجازي. طب الحمد لله، يعني لا يعني انت الاراء واحده، الكبير، انت رايك انت ده انا فرحان ان انا رايي شبه رايك يا كابتن شوقي. وده فعلا اللي كده. والولد صغير ولعيب كويس، وعندي الكوي وعندي يوسف نقلته لعبته ناحيه اليمين، يعني غيرت طريقه اللعبه صح، كلها. مظبوط، وكانت المفاجاه ليهم كلهم ان انا العب بالثلاثه الافارقه مهاجمين، ايوه. مع ان النادي فيه لعيبه كتير مهاجمين. ليه بقى؟ بص لازم كنت تستنفر عنهم او تجيب منهم الحاجات الداكنه فيهم كلهم. دول لعيبه سايبين بلادهم وبيحترفوا في مصر ايوه، وجايين هنا علشان كل واحد عنده بيته وعنده اسرته وجاي عشان حاجه واحده بس، الراتب بتاعه وفلوسه ويلعب كوره. ايوه، فانت النهارده لما تيجي تخسر النهارده مش بتاخد فلوس، اما بتيجي تنزل النادي هيتخصم منه فلوس. تمام. هو كلاعب سعره بينزل لان هو غيرك. التلاتة لما تيجي تشوفهم، انا لويس معظم الماتشات الاخيره ومامادو ونياز واوكلي واوكري وجون، جون وجون اوكري ومامادو و وانستروزا. ايوه التلاتة لو تشوفهم التلاتة لوحدهم فريق ايوه صح بيشتغلوا مع بعض. صح لو تشوف كل الاجوان هتلاقي بتعدي كلها على الثلاثة الكورة. بتعدي على التلاتة، او تلاقي التلاتة مشاركين في اللعبة، ايوه او التلاتة لهم شكل واداء بيشتغلوا بيه. ايوه مظبوط، فكنت لازم توصل منهم تاخد منهم اقصى حاجة عندهم، ممتاز ممتاز. وبتبدأ تعمل التباديل اللي موجودة عندك باللعيبة اللي موجودة. ايوه فازاي تقنعهم بقى انهم يعني يقاتلوا طول المباراه؟ يقاتلوا طبعا في الفير بلاي، مش يقاتل انه يخنق نقطه واحده ولا حاجه يعني. فدي اللي كنت موجوده فيها، يعني ان الناس تقتنع بطريقه لعبك ايوه مظبوط، وباسلوبك، وان انت بتدخل عليهم طريقه جديده. هم لو برضو لعيبه مش كويسين مش ممكن يستوعبوا الطريقه اللي انا بلعب بيها، صح، وفي وقت قصير جدا. وماما الطريقه اللي بلعب بيها بقت مصر كلها بتلعب بيها دلوقتي. انا لما جيت لعبت البطوله دي الناس قالت لك في انت بطوله بترجع افريقيا، لتجارب قديمه ليه يا كابتن شوقي ها؟ الناس ساعتها لما لعبت بالطريقه دي، لما بدات ترجع لها، الناس قعدت تقول لك انت بتلعب بطريقه قديمه، قالوا لي دلوقتي العب العالم بطريقه كله قديمه. بيلعب بيها. وبعدين لما جيت الدوري المصري لقيت كل الخواجات اللي موجودين في الدوري المصري وكل المدربين بيلعبوا نفس الطريقه، صح ولقيتها بقت جديده. صح ماشي مش مشكله، يعني احنا لما يكون مدرب مصري ويلعب بطريقه، لا يبقى بيلعب بطرق قديمه، لكن ايوه لما يبقى حد بقى بيعمل الطريقه بيبقى كويس. طيب اسئله سريعه بقى، لان انا عارف انا طولت عليك. رقم واحد، هل حددت احتياجاتك للموسم الجديد؟ انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش القايمه، يعني القايمه اللي عندي كلها مين عقده خلص ومين عقده تمام. موجود ومين ممكن يمشي ومين ممكن يقعد. لحد الان والله انا ما معايا اي داتا. انا قلت لهم اخد 3 ايام وبعد كده نبقى نتكلم في اي حاجه. تمام. النقطة الثانية، ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر النهارده أعلن قائمته، منتخب مصر الأولمبي. تواصلتم مع بعض؟ اجتمعتم؟ اتقابلتم كمدير فني لمنتخب مصر حضرتك الأولمبي في مراحل كتيرة وطويلة؟ إيه النقاشات اللي دارت بينكم وإيه اللي شايفه في المرحلة اللي جاية للمنتخب؟ والله احنا قعدنا مع بعض فعلا قعده طويله، كان بوجود طبعا الاخ الفاضل الحاج عامر، واتكلمنا وكان في تقرير كنت انا عامله، وكان في برنامج زمني، وكان في برنامج للمباريات، وكان في التصفيات، وكان في الاسماء اللعيبه كلها حوالي 120 اسم. وديت وبعت له كل الداتا اللي موجوده، وقال لي ان بقى عنده بعض الحاجات، وتكلمنا ببعض اللعيبه اللي في المنتخب الاولمبي الجديد ده، تمام، وفي المباريات اللي لعبناها في المنتخب الاولمبي اللي قبل كده، وطريقه التصفيات، يعني اتكلمنا في حاجات كتيره، ومواعيد التصفيات وحاجات وكده. كل ده كانت في وجود الحاج عامر،
والراجل يعني بصراحه اتمنى انه يحقق حاجه لنا كلنا للكره المصريه. يعني انا عندنا الكره احنا محتاجين حاجه جديده، يا رب يكون الحاجه الجديده دي في وجود في وجوده يعني، ما إن شاء الله. لان بس افتكر يعني انا لما طلعت معاك قبل كده واتكلمت معاك وانت سالتني قلت لي لو فاكر في حلقه قديمه التصفيات سنه 2023 هما بيقولوا في الاتحاد في 2023 مظبوط؟ مظبوط. فانا قلت لك التصفيات السنه دي في شهر 10 او في شهر 9 وهتبدا، متهيألي طلعت في شهر 9 وشهر 10 صح مظبوط، هنبقى مرحلة احنا تالتة في شهر 10 ان شاء الله. لا ما كانتش مدة يعني ان احنا صح بنشتغل ومدد وبنعمل صح. لا عندك يعني. حق، عندك حق، عندك حق طبعا. امال كان انا ايه لما السبب؟ سبت المنتخب كان ايه الاولمبي ده السبب قبل كده وقتها؟ انا لعبت اكثر من 15 ماتش قبل البطولة او 20 ماتش قبل البطولة. كان ايه السبب الحقيقي لقرار إقالة الجهاز الفني وقتها؟ لا والله انا عايز اقول لك حاجه، هو سبب انا مش بتاعي ايا كان يعني. خليني اقول لك على حاجه، انت بتشتغل النهارده في قناه صدى والصبح قالوا لك لا ده خلاص، فانت بتنقل في مكان تاني خلاص. انت مش يعني مانيش مثلا ايه لما امشي من المنتخب الاولمبي مش هبكي ان انا مشيت من اي المنتخب الاولمبي، لان انا حققت في المنتخب الاولمبي انجازات صعب تحقيقها. هل دفعت فاتورة مش فاتورتك؟ مين؟ دفعت فاتورة مش فاتورتك في ممكن قرار الإقالة؟ ممكن بمعنى إيه ممكن؟ لا، ما انت بتقولي دفعت فاتوره مش فاتورتك، بقول لك ممكن. يعني هل عندك معلومة إنك دفعت فاتورة مش فاتورتك؟ لا 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 لا. انا ما بص خليني اكون صريح معاك، تمام. انا ما بتوق ما ب... ما ب... ما, ب... ما باخدش في الماضي ولا بخوض في اي حاجه، لكن انا شخصيا ما كانش عندي الرغبه ان انا استمر في المنتخب الاولمبي. تمام فعلا. والله ما كان ليه؟ عندي الرغبه وموجود الجهاز كله بالكامل، سواء ليه؟ اللي موجود معايا او اللي مش موجود ليه ما معايا. كنتش عندك تقدر الرغبة؟ تساله وتقول لهم انا كان عندي الرغبه ولا لا؟ ليه ما كانش عندك الرغبة؟ لان انا حققت في المنتخب الاولمبي ده، حققت بطوله افريقيا وحققت دور الثمانيه وخرجت من بطل الاولمبياد، واللي لعب في نفس مجموعتي مع تاني اللي كان معايا اللي هو اسبانيا، اسبانيا والارجنتين في مجموعتنا، ودول وكسبنا انا من البرازيل لعبتهم. بطل البطوله في النهائي. ويوم ما القرعه اتعملت كابتن هاني كل الناس قالت ده انا لو عديت الدور الاول ابقى عملت انجاز. صح. فخلاص يعني بقى بص يعني ايه، خلينا نقول ايه، انت بتيجي عند مرحله بتأدي وتعمل اللي فيه كله خلاص وتسيب غيرك يشتغل يعني. مظبوط. طيب وكنت اخيرا. اتمنى ايوه لما اسيب غيري يشتغل، لما انا طلعت وكان معاك ناس طلعت معاك وناس اتكلمت وناس قالت ما هو كابتن شاوي مش كل حاجه واحنا عايزين ناخد فرصتنا وناخد حقنا، حصل معاك الكلام ده؟ ما شفتش حد بعد كده خد فرصته ولا خد حاجه يعني، كل اللي طلعوا اتكلموا انا ما شفتش حتى واحد يتعين في المنتخب الاولمبي. طيب اخيرا وفي اجابه سريعه، مباراه الاتحاد السكندري الفوز بهدف دون مقابل للمقاولين بضربه جزاء سجلها فاروق نور الدين، الناس بتقول او البعض قال او الانديه المتنافسه من اجل البقاء قالت ان المباراه دي فيها تعاطف شويه ما بين مدرب ومدرب بتربطهما صله قرابه، شفت ده ازاي؟ يعني انا لما يكون نادي الاتحاد عايز يسيب لي الماتش يخليني اطلع فوق في الجدول وفي الترتيب، هم حسبوها انه ده فريق ضامن البقاء فمش فارق معاه يعني قوي نادي النتائج. الاتحاد، لا ما خليني اكمل. اتفضل. يعني نادي الاتحاد اللي في اخر دقيقه في المباراه قبل ما الحكم يصفر ليه ضربه جزاء كان هيدخل يعمل ضربه جزاء؟ نادي الاتحاد اللي قبل ما يعمل اخر في الدقيقه مثلا 90 ابو السعود شال كوره انا ما اعرفش شالها ازاي بتاعت عبد الغني، مظبوط عبد الغني محمد، ده كان فرقه عايزه تتغلب ولا هو ازاي تهمد فريق قدر يشتغل صح وجهاز قدر يشتغل صح وتعمل كده؟ هل إجابة. انا اقدر اطلع اقول ان احنا في الماتشات الاخيره فرق ادت اجازات كتير للاعبتها كلها بالكامل ان في حد سايب لحد حاجه؟ مش ممكن، تمام. محدش بيسيب لحد حاجه يا كابتن هاني. إجابة محترمة ومدرب محترم، وببارك لك مرة تانية كابتن شوقي، وإن شاء الله الموسم الجديد كمان يكون ناجح على المستوى الخاص بيك وعلى مستوى المقاولون العرب كفريق بنقدره ونحترمه وبنحترم كل تاريخه. نورتنا وشرفتنا كابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب. 3 حاجات أخيرة سريعة جدا. الدوري المصري الممتاز انتهى بالأمس، فماذا عن أهم معلومات تخص الموسم المنقضي؟ نستعرض مع حضراتكم سريعا ونكمل بعد الفاصل.